عدى وانطلق واخترق واوبستراكشن بتلاحم. اوبستراكشن بتلاحم، الاوبستراكشن العادي ضربه حره غير مباشره. الاوبستراكشن بتلاحم تبقى ضربه حره مباشره من جوه منطقه الجزاء الموسم. السنه اللي فاتت ألان جوما اللاعب الفرنسي مع الوكره سجل في قطر من ضربه راس اول الاهداف، قد يكون اول الاهداف باقدام تونوريو. عملها، نعم نعم عملها النجم الاسمراني، عملها تونوريو ليحرز اول اهداف الموسم ومن ضربه جزاء وببطن الحذاء يسجل النجم الكبير اول اهداف الموسم واول اهداف اللقاء واول اهداف السد. 1-0 1-0. ضربة الجزاء حطها ببطن رجله، راح مرتضى طالب على اليمين حطها له على الشمال، فيها هدوء فيها ثقة فيها إتقان فيها تركيز فيها عامل التوفيق يغلف كل هذا الـ 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 الأداء. عموما ضربة جزاء لمصلحة حسن الهيدوس.